حلقة الأربعاء 11 آب من طبزات هيك رح تبلش معكم هلا لنتعرف سوا على الأجواء الفلكية لبكرة كيف رح تكون ولنشوف إذا بعد الأبراج محافظة على نفس المراتب يلي احتلتها امبارح. بداية خلوني أخبركم إنه بكرة على الساعة 2:22 الظهر رح يكون عنا فترة خلو مسار القمر رح تستمر لغاية الساعة 11:08 ليلا، ومثل ما صرتوا بتعرفوا أكيد هاي الفترة ما بتكون مناسبة لنبلش بأي خطوة جديدة أو مهمة بحياتنا. خلونا نبلش مراتبنا ونبلش من نمبر 12 بتراجع أربع مراتب مع مواليد برج الميزان يلي بعدهم موجودين لليوم الثاني على التوالي بنفس المرتبة، وللأسف بعدهم عم بيحسوا بالتعب على مختلف الأصعدة. كرمال هيك بكرة قد ما فيكن ريحوا حالكن بعدوا عن كل شيء ممكن يكون مزعج بالنسبة لكم، وأهم شيء ما تاخدوا أي قرارات مهمة، وإذا عندكن أي شيء مهم ومضطرين عليه بكرة يفضل تأجلوه لفترة بالليل تحديدا من بعد الساعة 11:08. أما نسبة العاطفة فهي 7%. بالنمبر 11 وبتراجع خمس مراتب بنكون مع مواليد برج الدلو يلي بعضهم ملهيين بأمورهم الصحية اللي بتخصهم أو بتخص أحد المقربين منهم، وبعضهم ملهيين كمان بأمورهم المالية يلي متعلقة بشراكة أو تعويض أو ديون. حاولوا قد ما فيكن تخففوا من هاي المصاريف الكتيرة، وإذا في أي مبلغ قديم لألكم مع حدا حاولوا أنكم تطالبوا فيه وتسترجعوا. أما نسبة العاطفة فهي 22%. بالنمبر 10 وبتراجع 8 مراتب بنكون مع مواليد برج الحمل يلي مطلوب منهم بكره كمان يكونوا كتير منظمين لانه بعده ضغط العمل عم بيكون كتير كبير عندهم ولازم يخلصوا شغلهم بوقته. حاولوا قد ما فيكن ما تلتهوا تنظموا وقتكن، ويمكن تلتهوا بموضوع بخص شخص بتشتغلوا معه كمان بكره نهار مناسب لتهتموا اكثر باموركن الصحيه، خاصه مواليد برج الحمل كمان بكره يلي حابين يرجعوا ينزلوا وزنهم او يهتموا برشاقتهم بكره نهار مناسب جدا لتاخذوا هالخطوه. اما نسبه العاطفه فهي 32%. بالنمبر 9 وبتراجع مرتبتين بنكون مع مواليد برج الجوزاء يلي بعده موضوع العائلة البيت السكن عم بيأثر عليهم بشكل كتير كبير. حاولوا تستفيدوا بطريقة إيجابية إذا عندكم نقلة بيت جديد أو تغييرات عم بتكون داخل منزلكم، كل شيء بخص العقارات بعده عم يشغلكم وعم بيكون مفيد لكم فحاولوا تستفيدوا منه. أما نسبة العاطفة فهي 41%. بالنمبر 8 وبتراجع أربع مراتب بنكون مع مواليد برج العقرب يلي كل شيء بخص النشاطات الاجتماعية، كل شيء بخص المناسبات عم بيكون مهم بالنسبة لهم. حاولوا تستفيدوا بطريقة إيجابية من كل الأشخاص يلي ممكن تتعرفوا عليهم، وحاولوا تستفيدوا من أصدقائكم الحاليين لأنه صديق قريب منكم يمكن يساعدكم بتحقيق أمنية خاصة عنكم. أما نسبة العاطفة فهي 57%. بالنمبر 7 وبتراجع أربع مراتب بنكون مع مواليد برج السرطان يلي ما عم يهدوا حرفيا، لقاءات اتصالات تنقلات كتير عم بتكون عندكم، حاولوا تستفيدوا من كل لقاءاتكم يلي عم بتكون يمكن تكون مع أشخاص مهمين، قدرة إقداعكم عم بتكون عالية حاولوا تستفيدوا منها. وكمان استفيدوا مواليد برج السرطان اللي عم يكون عندهم يمكن سفرة لمكان قريب وعم يكون يمكن في مشروع شاغلهم متعلق بأحد إخوتهم أو جيرانهم، وبعد سيارتهم شاغلتهم لمواليد برج السرطان ويمكن عم يشغلهم موضوع متعلق بامتحان مهم. أما نسبة العاطفة فهي 67%. بالنمبر 6 وبتقدم خمس مراتب بنكون مع مواليد برج الحوت يلي كل شيء بخص شراكة العمل العاطفة، كل شيء بخص الشراكات وتوقيع العقود عم بيكون مهم جدا بالنسبة لهم. حاولوا تستفيدوا بطريقة إيجابية إذا عندكم أي توقيع لعقد أو لورقة مهمة، بس قد ما فيكن بردوا أعصابكن وما تخلوا حدا يعصبكن، وانتبهوا لعلاقتكن بخصومكن وكمان لعلاقتكن بشركائكن. أما نسبة العاطفة فهي 76%. بالنمبر 5 وبتقدم 6 مراتب بنكون مع مواليد برج الجدي يلي كل شيء بخص السفر والاتصالات البعيدة عم بيكون مهم جدا بالنسبة لهم، استفيدوا بطريقة إيجابية إذا عندكم سفرة لمكان بعيد، إذا عم تتحضروا للسفر، إذا عندكم اتصال مع شخص موجود ببلد بعيد. حاولوا تستفيدوا كمان على الصعيد دراستكم، على الصعيد القضائي وبعد الفترة عم بتكون مناسبة ليوصلكم يمكن غرض من شخص كمان موجود بمكان بعيد. أما نسبة العاطفة فهي 79%. بالنمبر 4 وبتقدم مرتبتين بنكون مع مواليد برج القوس يلي كل شيء بخص الشغل علاقتهم بمدراءهم عم يشغلهم، يمكن البعض من مواليد برج القوس عم يضطر انه يغير شغله او عم بيكون في ترقية على صعيد العمل. حاولوا تستفيدوا بطريقة ايجابية، حاولوا قد ما فيكم تستفيدوا بتدعيم مركزكم الاجتماعي كمان الفترة عم بتكون مناسبة عند كل مواليد برج القوس يلي عم بفتشوا على شغل جديد. اما نسبة العاطفة فهي 80%. بالنمبر 3 وبتراجع مرتبتين بنكون مع مواليد برج الاسد يلي كل شيء بخص المبالغ الماليه، كل شيء بخص المشاريع الجديده عم بيكون مهم جدا بالنسبه لهم، استفيدوا بطريقه ايجابيه من اي مبلغ ممكن يوصلكم او يمكن هديه او عزيمه، وحاولوا تضبوا ايدكم لانه كثير عم تصرفوا مصاري بهاليومين. حاولوا كمان تستفيدوا من اي مشروع ممكن يشكل مدخول اضافي بالنسبه لكم. اما نسبه العاطفه فهي 87%.
بالنمبر 2 بتقدم 7 مراتب بنكون مع مواليد برج الثور يلي وضعهم على الصعيد العاطفي هو اللي عم يشغلهم، استفيدوا بطريقه ايجابيه لحتى يكون في بدايه علاقه عاطفيه جديده او لحتى تقوي العلاقه الحاليه، وكمان عم تنشغلوا بعلاقتكم باقرب العالم لكم خاصه اولادكم، كمان تقدروا انكم تجربوا حظكم على الصعيد المالي، اما نسبه العاطفه فهي 96%. وبنوصل للنمبر 1 لعند مواليد برج العذراء يلي بعدهم الاكثر حظا وبعدها كلمتهم عم بتكون مسموعه من الكل، حاولوا تستفيدوا من النهار عم بيكون نوعا ما ايجابي بالرغم من كل الضغوطات يلي عم بتكون عندكم بهالفتره، بس حاولوا قد ما فيكم تضلوا ايجابيين وتستفيدوا من كل شيء حابين انكم تعملوه، اما نسبه العاطفه فهي 98%. هيك بتكون خلصت حلقه طب زودياك لليوم، حلقه جديده انطروها بكره.